سيد الشيوخ، يعني الدوائر المتعددة وقانون الانتخابات الجديد راح ينطي فرص لوجوه جديدة يعني أنه تظهر على الساحة أو تكون تحت قبة البرلمان، لو راح تبقى الكتل الكبيرة الحاكمة هي مسيطرة على المشهد السياسي العراقي، وأيضا المال والسلاح يمكن يلعب دوره. أنا أتحدث عن بعض الكتل والأحزاب السياسية، ما أريد الكل تزعل. تفضلي. يا عزيزتي قلتي احنا برمبان ولازم نصارح شعبنا، والامور صارت واضحه يعني. نعم. يعني معاناه الناس اصبحت فوق ما يحتمل اي بلد يعني. نعم. به هذا الامكانيات وبه هذا الثروات الهائله وهذا الواقع اللي لا يمكن غض. نعم. النظر عنه. نتحدث عن قانون الانتخابات. قانون الانتخابات يعني راح ينصف شوف يا عزيزتي، هاي الطبقه الصغيره لو تضطر الكتل الصغيرة تذهب إلى الكتل الكبيرة حتى تحصل مقاعد في هاي الدوائر. هاي الطبقة السياسية برمتها مثل ما تبقوا الأخوة اللي هم يمثلون أطراف في هذه المنظومة السياسية كطبقة سياسية كأداء، بغض النظر شمال يعني الأمور بخواتمها أو بنتائجها على أرض. نعم. الواقع واعتراف الجميع أنه وصلوا بلد مثل العراق كان يجب خلال هاي العقدين من الزمن انه نعالج المشاكل اللي سببتها الدكتاتوريه والحصار والحروب، نعالجها يعني نحو الافضل حتى ولو بدرجه نسبيه، لا الامور صارت نحو الأسوأ وهذا. نعم. واقع يعني. والاموال الهائله فوق التريليون دولار كلها راحت في انفاق الفاسدين وغيرها، اذا هذا الواقع. انا اشكاليتي وين؟ لازم اعرف من المسبب. نعم اكو ايرادات خارجيه تاثر على الواقع العراقي، اكو يعني بعض الامور الهشه، بس انت عندش طبقه سياسيه اجتت حتى تغير منظومه حكم الى منظومه تخدم الشعب العراقي، لان هذا كان شعارهم. نعم. يعني معقوله على مدى عقدين من الزمن ما خلقوا لهم قاعده واحده، هيك وحده مشتركه من المصلحه الوطنيه المشتركه وليست المصالح الحزبيه المتضاده. هاي منظومة سياسية على مدى هاي السنين ولا طتنا مؤشر يعني هيك شعره. اريد اشوف هذا التاريخ، انا كله تابعته من اول يوم لحد الان في كل هالمعمعات. نعم. موقف واحد يغلبون به مصالح العراق العامه الوطنيه المشتركه للكل على مصالح فئويه خاصه، ما لا يوجد. وهذا غريب يعني، غريب هذا البلد ايش يتحمل، يتحمل من الصراعات المتناميه واللي ظلت تفرغ صراعات الى ان وصلت صراعات بالسلاح. نعم.